استشاري أمراض القلب في اسكندرية، وكنت رئيس قسم القلب والقسطرة في مستشفى شرق المدينة في اسكندرية. نصيحة لتوجه للمرضى أو للناس اللي ما عندهاش أمراض القلب، إن أمراض القلب فيها أسباب تيجي من 5 حاجات: أولاً التدخين، نمرة 2 السكر، نمرة 3 الضغط العالي، نمرة 4 الكوليسترول والدهون الثلاثية، نمرة 5 الوزن الزايد والعامل الوراثي. والحاجات دي مهمة جداً، كويس إن العيان يتلافاها. لو الحاجات دي مش موجودة لازم الإنسان يعمل تشيك أب كل 6 أشهر فوق ال40 سنة على انفستيجيشن كاملة على الكوليسترول والدهون الثلاثية والمقرص، وعلى ضغطه وسكره يعمل رسم قلب وإيكو، وكل سنة يعمل رسم قلب بالمجهود. ده التشيك أب العادي للعيان كل سنة.